أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر كثيرا، حيث انتشرت كتب في هذا الزمان فيها النيل من بعض الصحابة كمعاوية وعمر بن العاص وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، والسؤال: ما حكم المتاجرة في هذه الكتب وشرائها، وما موقفنا من بيعها في مكاتب المسلمين؟ هذه الكتب إما أن تكون من تأليف الفرق الضالة التي تريد الانتقام من المسلمين والطعن في الإسلام، لا يستغرب منهم تأليف هذه الكتب، وإما أن تكون من قوم من المسلمين ومن أهل السنة لكنهم جهال قرأوا هذه الكتب فتأثروا فيها فألفوا على ضوئها تنقصا لبعض الصحابة تصديقا لما قاله هؤلاء الضلال. فالحاصل أن هذا خطأ عظيم، ولا يجوز بيع هذه الكتب ولا شراؤها، ويجب منعها، يجب منعها منعا باتا. إذا كانوا يحاربون المخدرات، يحاربون المخدرات، وهذا حق أنه تحارب، فضرر هذه الكتب أشد من المخدرات، لأن المخدرات ضررها على الأجسام، أما هذه ضررها على الدين وعلى العقيدة، فيجب أن تحارب وأن تمنع أشد من منع المخدرات. وتعلمون أن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، أولها حفظ الدين، أولها حفظ الدين، وهذه تطعن في الدين في صميمه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.